الصراحه مو اقوياء بالشعر يعني غير شيء الشعر مو اقوياء بيش كذا بعد الشعر مو اقوياء ها عسل غير شيء غير الشعر لا شعر غيره حاول غيره حاول غير الشعر ماكو هي الفقره اسمها شعر عسل ها ماكو بعيدين كلش بعيدين كلش ما تقدر تروح على الشعر. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا الكرام خلينا نشوف منو اللي راح يقدر يشارك فيانا حتى يفوزون. انا تعال تعال. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم. رمضان كريم. شلون صحتك؟ الله يسلمك. هذا وليه ضايج الولد؟ لا ما ضايج. مو ضايج. لا لا. زين. هذا قلت لي شعر تفوز وياي بجائزة. اوه. يلا. عندي اشعار انا يلا شو تريد عربي شعبي سمع شعبي اكو مال عريان يقول صوره وعلى الما مش افتر ايه؟ ياخذني الماي ويردني الماي ايه؟ لا هبني ولا بي احدر ايه؟ صوره وعلى الما مش افتر متزوج لا بالجديد وديها لعدل هلك تراضيها هاي وديها هاي مقدمه من مركز هاينس للتجميل وديها لاي وحده من خواتك للبيت ها تسوي تجميل حبيبي نشوف شنو بيها يلا هذه مال مركز تجميل يلا شكرا جزيلا حياك الله حبيبي حياك الله حجي شلونك رمضان كريم شر من راى اها شلونك حجي والله الحمد لله الحمد لله حجي بس انت تتصور ولا لا لا صور حجينا اذا قلت لي شعر راح تفوز وياي بهديه عشانه والله من رام وصل الشمس ايه؟ حاك خيوطها ايه؟ سببا الى اماله وتعلقه ايه هذا بالشعر رايق وشي عندك التدا اقوى اريد اقوى اريد اقوى وتعظم في عين الصغير صغارها ايه؟ وتصغر في عين العظيم العظائم الطين صندوق من غالية أخذ للبيت حلو غالي غالي زين شكرا جزيلا شكرا 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 والله دا أنزل دا أشتري والله دا أنزل للأندرغراوند ودا أخذ البيبسي والله